كان الناس في المدينه اذا جاوا وقت الصلاه كيجيو للمسجد كيصليو، وما كان حتى شي حد اللي كان تينبههم بلي ان الصلاه وصل وقتها. فكانوا فكروا في انهم يديروا شي بوق بحال اليهود، لكن رسول الله ما قبلش، وبعضهم فكر انهم يديروا ناقوس بحال النصارى، ولكن ما قبل سيدنا رسول الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. آمين آمين. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا مجددا في هذه الحلقة نتاع اليوم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هنيئة إن شاء الله. خلينا ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. خلينا هالبارح انه لما سيدنا رسول الله خرج من مكه، فلما سبقوا الخبار المسلمون بخروج رسول الله من مكه وغادي للمدينه غادي يفرحوا وغادي ينشطوا، وكانوا كل صباح من بعد ما يصليوا صلاه الصبح بالنساء ديالهم والرجال ديالهم وحتى الاولاد ديالهم كانوا كيخرجوا عند مشارف المدينه كيتسناو حبيبهم عليه الصلاه والسلام. كان الصهد، واذا طلعت الشمس من فوق من رؤوسهم كانوا كيرجعوا لديورهم. يوم الاثنين الثامن من ربيع الاول سنه 14 من النبوه الصحابه غادي يرجعوا لبيوتهم لما طلعت الشمس، الا انه كان واحد يهودي كان على اطم من الاطام وشاف رسول الله وبدا كيغوت: يا بني القبيله هذا جدكم اللي كنتو كتسناو فيه. بداو الناس كيطلوا من بيوتهم فرحانين، كلشي غادي يخرج الكبير والصغير وكلشي تيكبر وناشطين حيتاش بان لهم رسول الله جاي مع ابي بكر. اكثر الناس ديال المدينه ما كانوش عارفين رسول الله واش هو هذا او لا هو ابو بكر. فاذا بعد الاخير رضي الله عنه غادي يدل رسول الله بحوايجه من الشمس، وفاش غادي يشوفوا الناس هذا المنظر عن بعيد غادي يعرفوا شكون فيهم رسول الله، غادي يتجمعوا عليه وتيكبروا والفرحه ما قدهمش بالحبيب ديالهم. وهنا انزل الله تعالى: فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. غادي ينزل رسول الله عليه الصلاه والسلام في قباء وبقى تما شي ايام، فرحوا معاه اهل المدينه بالقدوم ديالهم، القدوم ديال الحبيب ديالهم. دخل رسول الله مع ابو بكر المدينه اللي كانت كتسمى بيثرب، ولكن لما دخل لها الحبيب تسمات بمدينه رسول الله. رسول الله دخل بالناقه ديالو، وكاع الانصار كانوا كيتمنوا انهم ينزل عندهم سيدنا محمد. كانوا تياخذوا بداك الحبل ديال الناقه ديالو وكانوا تيقولوا ليه: هلما يا رسول الله الى العدد والعده والسلاح. وهو تيقول: خليوها فانها ماموره، هاد الناقه امرها مولانا فين غادي تنزل. الناقه غادي تبقى كدور وغادي تجلس في واحد البلاصه، من بعد غادي تنوض وتمشي اليمين ويسار ورجعت لبلاصتها الاولى وهي تجلس. وقال الحبيب: اي بيوت اهلنا اقرب منها؟ كانت هاد الناقه نزلت عند بيوت بني النجار اللي هما خوتو. قال ابو ايوب الانصاري: يا رسول الله هذا هو بابي، انا اقرب البيوت اليها. وبدا كيعاودها من شده الفرح ليه، غادي يقول لي: سيدنا محمد انطلق هيئ لنا مكانا لنناموا فيه. ابو ايوب بغى يطير من الفرحه بدخول الحبيب لدارو، ومن منا لن يفرح في هذا المكان اللي جلست فيه الناقه؟ غيختاروا رسول الله عليه الصلاه والسلام باش انه يبني فيه المسجد. بعد ايام غادي توصل مرته سودة وجاو بناته ام كلثوم وفاطمه، اما زينب كان حبسها ابو العاص. ولاد ابو بكر الصديق حتى هما جاو خلطوا عليه، جاو الناس من مكه مهاجرين تابعين رسول الله، ولكن غادي يصيبهم واحد المرض في المدينه اللي كان وباء. اي واحد غريب كان كيدخل كيتعادى غادي تصاب به حتى ابو بكر. رسول الله بدا كيدعي: اللهم عليك بفلان خرجونا من ارضنا لارض الوباء، اللهم حبب لنا المدينه كحبنا لمكه، اللهم بارك في ثمرها ومدها، اللهم انقل وباء الى الجحفه. زعما يا ربي خرج هذا المرض لارض واحد اخر. هنا رسول الله غادي يشوف في المنام ديالو انه امراه سوداء خرجت من المدينه مخلوعه لارض الجحفه، وفسرها سيدنا رسول الله للصحابه بانه مولانا غادي امر باش انه يخرج الوباء من المدينه. من بعدها تشافوا الصحابه وكاع الناس. اول حاجه غادي يبدا بها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في المدينه هو انه غادي يبني هذا المسجد، وغادي يشجع الصحابه باش انهم يتعاونوا باش يبنيوه. سيدنا رسول الله غادي يكون اول واحد غادي يبدا في البناء ديالو معاهم. الانصار والمهاجرون كلشي متعاون، ورسول الله تيقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجر، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجر. لما سمعوا الانصار والمهاجرين بلي ان رسول الله تيدعي لهم فبدوا تيقولوا بحاله، وهما كيبنيو المسجد
بالحماس والنشاط. كان عمار بن ياسر تيهز داكشي ثقيل وهو يقول لرسول الله وكيبتسم، يا رسول الله قتلوني بما يحملوني. شاف رسول الله في عمار وقال له ويح عمار، لا تقتله هذه الفئه بل تقتلك الفئه الباغيه. المهم غادي تبنى المسجد نتاع رسول الله، ولكن دابا مازال ما بناش ليه شي مسكن، وكان مازال جالس غير عند ابي ايوب. لكن اخلاقه مع رسول الله كانت عاليه. هاد ابا ايوب كان عنده زوج ديال البيوت في دارو، واحد من فوق الاخر، وهو يقول رسول الله يا رسول الله كنت يا في علو ونكون انا ومرتي في التحت، ما نقدرش نكون فوق منك يا رسول الله. قال لي بل ارفق بنا وارحم بنا اننا نكونوا في التحت حتى يخشانا الناس ونكونوا مع الناس. وهنا غادي يرضى ابا ايوب انه يكون رسول الله من تحت منه. كيقول واحد النهار غادي تهرس لنا واحد القربة وغادي يخرج الماء، وخفنا لانه ينزل على رسول الله، وما كان عندنا الا واحد اللحاف باش كنا كنتغطاو به. غادي نهزوه وبدينا كنشفوا به ديك البلاصه باش ما يتقاطرش الماء على رسول الله. اذا وصلنا ليه العشاء ورجعناه كنبداو كنلتمسوا دوك المواطن تاع يديه وتناكلوا منها، كنلتمسوا بركه رسول الله. هكذا غادي يتبنى مسجد رسول الله، واللي غادي يبنيو فيه واحد البيت اللي غادي يعيش فيه. غادي يخرج من بيت ابي ايوب الانصاري وعاش في بيت اللي كان ملاصق مع المسجد ديالو. غادي يخطب اول خطبه ديالو اللي قال فيها ما من احد منكم الا سيكلمه ربه، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر الى تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. غادي يوعظهم رسول الله، وبدات هنا اول قواعد الدولة الاسلامية. اول حاجة غادي يبدا بها رسول الله انه يالف ما بين القلوب ويجمع ما بين المهاجرين والانصار، الناس ما فحالهمش خلاو بلادهم، واللي عنده شي خير قريش ما خلاتوش ليه. فاش جمعوا المسلمين في المدينة كان المخطط ديال رسول الله انه ياسس واحد الدولة اسلامية متماسكة وناجحة، ولكن شي مختلف مع شي. فهنا رسول الله غادي يبدا بقضية المؤاخاة، غادي اخي ما بين المهاجرين والانصار، والامر كان صعيب، والانصار كان ما بيناتهم قتال وحروب لسنوات طويله. فهنا رسول الله بدا يصالح ما بين فلان وفلان وفلان وفلان، حتى مولانا غادي يالف ما بين قلوبهم لقوله تعالى والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكان ما بين اللي ألف ما بيناتهم واحد الرجل اللي سميته سعد بن ربيعة اللي هو أنصاري، ورجل واحد آخر عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين اللي كان تاجر في مكة، ولكن أهل مكة غادي يسلبوا ليه كل شيء. هاد سعد بن ربيعة غادي يقسم المال ديالو كله بالنص مع عبد الرحمن بن عوف. قال لي شوف عندي زوج عيالات، اختار وحدة ما بيناتهم تلقاو تزوجها. غادي ضحك بن عوف وقال ليه دلني على السوق، غادي يخرج وغادي يرجع بالليل وفي يديه شي درهمات، ونفس الحاجة بدا كيديرها كل نهار حتى بدا كيكسب المال أكثر وأكثر، غادي ينجح في التجارة. رسول الله واحد النهار غادي يبان ليه وتغير وجهه وقال ليه مالك يا عبد الرحمن؟ قال لي تزوجت يا رسول الله. قال ليه وشنو عطيتيها في المهر؟ قال ليه قدر نوات ذهب. غادي يغنيه مولانا لأنه كانت عنده التجربة في التجارة. اما الانصار كانوا اجمل مثال انذاك، كل شيء غادي يتبرع بالمال ديالو وبالبيت ديالو مع المهاجرين الفقراء، واخا ما كانش كتربطهم حتى شي قرابه دمويه لكن كانوا اخوه في الاسلام. وهنا تاسست دوله من اعظم الدول الاسلاميه. البعض كانوا مفارقين ومعادين، ولكن بين ليله وضحاها ربي غادي يالف ما بين قلوبهم بمن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا ها هي تحققات أول قاعدة لبناء دولة إسلامية اللي كانت قوية. كانوا الناس في المدينة إذا جا وقت الصلاة كيجيو للمسجد كيصليو، وما كان حتى شي حد اللي كان تنبههم بلي أن الصلاة وصل وقتها. فكانوا فكروا في أنهم يديروا شي بوق بحال اليهود، لكن رسول الله ما قبلش. وبعضهم فكر أنهم يديروا ناقوس بحال النصارى، ولكن ما قبل سيدنا رسول الله. احتاج الانصاري عبد الله بن زيد اللي غادي يشوف في المنام واحد الرؤيه، رجل اللي عليه زوج ديال الاتواب اللي كانوا خضرين وبيديه كان واحد الناقوس، فاذا به تيقول واش بيع لي هذا الناقوس اش غدير به؟ قال ليه نبيه به الناس على الصلاه. قال ليه انا ادلك على خير منه. قال ليه بلى. قال ليه قل الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. لما فاق من المنام ديالو غادي يمشي عند سيدنا رسول الله تيجري وقالها ليه، وهنا عرف الحبيب بلي انها اشاره على تنبيه الصلاه. قال ليه اخبر بها بلال. قال ليه لما يا رسول الله؟ قال ليه فهو اعذب صوت منك. وها هو بلال كل محان وقت الصلاه كيوقف على اطول دار ديال واحد المراه من بني النجار وكيأذن،
وهكذا شرع الأذان في كل صلاة. اليهود يعيشوا في المدينة ومن بداية وصول الحبيب المدينة بدأوا كيعاديوه، وهذه هي طبيعة اليهود مع جميع الأنبياء، مع أنهم كانوا كيتسناو النبي وعارفين باللي أنهم غادي يجي وهذه هي الوقيتة ديالو، وكانوا كيتعاودوا الناس ما بيناتهم عليه. ومع ذلك غير وصل كتقول صفية بنت حيي اللي كانت يهودية قبل ما تدخل الإسلام وتكون أما للمؤمنين، كتقول كنت أحب أبناء أبي، واحد المرة كنت جالسة وغادي يدخل عليا أبي وعمي وعرفت في وجههم باللي أنه شي حاجة وقعت، كنت نحاول أنني نلعب مع الأب ديالي ولكن ما كانش كيلتفت ليا. غادي يسول عمي أبي أهو واش هو رسول الله اللي عندنا في الكتاب، قال لي نعم هو، قال لي هي سير خوه الحيي واش تأكدتي منه باللي هو النبي الموعود، قال لي اه راه هو، قال لي شنو غادي دير، قال لي والله عداوته ما بقيت، عرف باللي انه النبي ومتأكد وتيبشر الناس، ولكن لما تبث ذلك قال عداوته ما بقيت، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. واحد من علماء اليهود سميتو عبد الله بن سلام تيقول لما سمعت بقدوم النبي كنت على نخلة وكانت عمتي عندي، لما سمعت أن رسول الله جاء المدينة قلت الله أكبر، قالت عمتي قبحك الله لو سمعت بموسى ما زدت عن هذا، قلت لها يا عمتي هو موسى راه إخوان بزوجهم أنبياء، قلت لها أهو النبي الذي بشرنا به بلي أنه سيبعث في نسم الساعة، نعم يا عمة إنه هو. مشيت لعنده وشفت في وجهه وعرفت بلي أنه هذا الوجه ليس بوجه كذاب، جلست عنده وأعلنت الإسلام ديالي وقلت له يا رسول الله إن اليهود قوم بوت، إذا جاءوا عندك سلم عليا اختبرهم بيا. بغاو أحبار اليهود يختبروا فعلا رسول الله وما يسولوه، أنا تخبيت من مورا الحيط، تيقول داك اليهودي اللي بعد ما أسلم عند رسول الله. لما جاءوا أحبار اليهود تيسولوا رسول الله على الدين ديالو، قال لهم سيدنا رسول الله ما تردون عبد الله بن سلام فيكم، قالوا ليه هو حبرنا وابن حبرنا، هو سيدنا وابن سيدنا، قال لهم أو رأيتم من أسلم، قالوا ليه نعيذ بالله أن يسلم، ممكنش يسلم هذا حابر عالم عندنا. غادي يخرج لهم عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، غير هما شافوا وسمعوا هذا الكلام فجأة تصدموا وتغير اللون ديال وجههم وقالوا هو شرنا وابن شرنا، ولما كانوا قالوا سيدنا ابن سيدنا ودابا ولا شر. عبد الله قال لرسول الله شفتي رسول الله قلت لك بلي انه اليهود هم قوم بهت، هنا بدات العداوه ضد رسول الله من الله حط فيها قدميه الشريفتين. لما الحبيب غادي ينضم العلاقتين ما بين المسلمين في المدينه غادي يبقى اليهود اللي كانوا كيجاوروهم، بني قينقاع وبنو النضير بنو قريظه، هذو كانوا اقرب الكفار لهم، غادي يحاول رسول الله انه ينضم العلاقات بينه وما بينهم، عندهم جميع الحقوق ديالهم والعقد اللي بينه وبينهم لا اكراه في الدين، يعني ما لزمهمش بالدين وما جبرهمش بالعقيده ديالو، خلاهم على دينهم، ولكن هذه اول علاقه ما بين رسول الله وما بين غيرهم الكفار. غادي يعيشوا اليهود قرب منه وكانوا كيستمتعوا بجميع الحقوق ديالهم، ولكن المشركين في مكه ما خلاوش رسول الله وصحابه في خاطرهم، غادي يتصلوا براس النفاق واللي هو عبد الله بن ابي بن سلول كيحرضوا على مقاتله الحبيب وصاحبه، غادي يقول لعبد الله من بعد ما اجتمعوا به واحد من كبار المشركين غادي يقول ليه اويتم محمدا والصبات وهم قد خرجوا من عندنا، فاما انكم تقتلهم او لا تخرجوهم او والله غادي نقتلكم ونقتلوا المقاتله ديالكم ونستبيح نساءكم. عبد الله بن ابي غادي يحرض القوم ديالو على رسول الله، ولكن لما سمعوا ما قالت رسول الله قال لهم بغيتوا تقتلوا خوتكم ولادكم، وهنا غادي تراجع كل شيء. في الاول كان الوضع صعيب والخطر كان حيط بحبيب الصحابه والمؤمنين، كانت قالت عائشه رضي الله عنها بلي انه واحد المره كنت مع سيدنا محمد في المكان الذي جعل له وسمعته كيقول ليت رجلا صالحا من اصحابي يحصن الليله، وسمعنا واحد الخشخشه نتاع السلاح عند باب البيت، قال رسول الله شكون؟ قال له انا سعد ابن ابي وقاص يا رسول الله، قال لي شنو جابك؟ قال لي راني خفت عليك يا رسول الله وجيت نحرسك، مولانا صفتو ليه وطمئن رسول الله ونعس، وبقاو الصحابه كيتنوبوا في الحراسه على رسول الله حتى أنزل الله تعالى في قوله باش يطمئن قلب الحبيب والله يعصمك من الناس. غادي يقول الحبيب لصحابه خليوني راه مولانا عز وجل عصمني زعما حفظني. دازت الأيام والمشركون تيحاولوا في شي فرصة باش أنهم يقضيوا على رسول الله وصحابه،
لكن فلتوا منا واحد النهار غادي يخرج سعد بن معاذ اللي كان من الانصار بغى زياره الكعبه وغادي ينزل عند اميه بن خلف وقال سعد لاميه عافاك القضيه شوقيه خاوي نطوف فيه بالبيت فعلا غادي يلقى الفرصه وقال ليه يمكن لك الطوف دابا غادي يخرج معاه اميه وكان شافهم ابو جهل ويسولو شكون اللي معاك قال لي هذا سعد بن معاذ قال لي ابو جهل اويتم الصبات وكيطوفوا بالبيت امنين ما غاديش نخليوكم قال لي سعد بن معاذ والله اذا منعتينا من الطواف بالبيت غادي نمنعو طريقكم للشام ابا جهل تخلع وقال ليه والله لو كان ما كانش معاك اميه ما غاديش ترجع عند اهلك سالم خرج سعد لعند رسول الله وقال ليه بلي انه المشركين منعوا على الطواف بالبيت البيت اللي بناه ابراهيم واللي هو بيت مولانا واللي هو ديال الزياره والعباده واول بيت وضع للناس ولكن الخبث نتاع قريش خلاهم باش انهم يحبسوا الناس على الكعبه دارت الايام وغادي يشتد الخطر على رسول الله وصحابه في المدينه وما يمكنش ينعسوا الا في يديهم السلاح وهنا انزل الله الاذن في مرحله جديده وهي القتال في سبيل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر وهنا غادي تكون أول آية نزلت في القتال وغيخبر رسول الله المؤمنون بأمر الله وبدأوا كيتدربوا وكيتجهزوا لهذا القتال وهذه هي كانت حلقتنا اليوم كنتمنى لكم تكونوا استفدتوا منها تتم غدا إن شاء الله ولكن قبل ما تمشيوا سؤال حلقتنا اليوم هو دمتم في رعاية الله وحفظه نتلقاو غدا إن شاء الله سلام سلام.